غادي نشارك معكم ان شاء الله اليوم واحد لابارتمون في نفس الاقامه، اقامه الامين 3 في العياده مع اسماعيل بطبيعة الحال. السلام عليكم خويا اسماعيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في الخدمه المتابعين ديالك. الله يحفظك، شكرا خويا اسماعيل، واليوم غادي تشارك معنا ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا. ديجا شاركتي معنا الاصلاحات ديال فاطمه هي سادت صراحه هنا في المراحل الاخيره، ولكن هذا لابارتمون هادي غادي يشارك معنا ان شاء الله خويا اسماعيل المراحل الاولى، يعني باقي لابارتمون باقي كتصلح باقي بزاف ديال الحوايج، ولكن غادي تشارك معنا خويا اسماعيل بزاف ديال الافكار ان شاء الله. صافي غنستافدوا ان شاء الله من الفيديو اللي قديم، حيت ما زعما ما هضرناش بزاف على المعلومات وهذا، ولكن ان شاء الله اليوم تعطينا بزاف المعلومات بزاف النصائح، وكذلك الا بغيتي الا كان ممكن الاثمنه، حيت الناس محبين على الاصلاح وتيبغوا صراحه يعرفوا الاثمنه. اسماعيل يعني كيتكلف باصلاحات من ا حتى للزد، يعني المراحل الاولى كلها ديال لابارتمون، يعني مثلا بغيتي ابارتمون ديالك دير فيها اصلاحات ماشي ضروري تعيط على معلم ديال التزيج وعاوتاني على معلم ديال الكاوس ولاميناجمون كلها، يعني كلشي اصلاحات كاملين كيتكلف بهم اسماعيل بطبيعه الحال، وكتكونوا نتوما هانين. ايوا ان شاء الله نخليكم ان شاء الله مع الفيديو وهانتوما معنا، وما تنساوش لي لايك. راه كاينين في العياده بطبيعه الحال الناس اللي كيسولوني على البقع، ان شاء الله دابا نسول لكم ان شاء الله على هاد التجهيز هذا ولا هاد لوتيسمون ان شاء الله. وغادي ندورو دابا، الاهم عندنا هو هاد لابارتمون هادي ديال هاد السيده هادي، صراحه واحد لابارتمون باينه الاصلاحات، يعني غتكون ان شاء الله شي حاجه زوينه. نبداو بالكوزينه خويا اسماعيل ولا شنو اش بان لك؟ بينا كوزينه ستيل امريكا صراحه هاد الستيل هذا هو اللي بزاف ديال الناس كيبغيو، هاد الستيل هذا ديال الكوزين يعني محلولين على الصالون. هذا هو الصالون تبارك الله، هضرت القبص يعني القبص ساليتيها خويا اسماعيل مزيان. سي ركبات الكلمه ديالها من دابا، درت جوج كلمات واقيلا حتى هنا ثلاثه الصالون، وكل بيت فيه كلمه او ماشي بزاف زعما بالنسبه للدار، يعني صغيره ماشي بزاف. الحساب دابا الحساب مساحه ديال الصالون دابا الكلمه ديال 12000 يعني كافيه، يعني كافيه للصالون بالنسبه للبيت كدير 9000 داكشي. واه كلها بلا حتى المساحه ديال البيت ديال البيت مزيانه، هذه مزيانه. المهم هذا هو الصالون ديال لابارتمون، الزيت اللي جاني درتيه اللي في الزيت اللي تبدلت لنا في الباركي مزيان، هذا اللون صراحه زوين، هذا اللون هذا يعني ما هو ماغون ما هو مهم بين بين الماغون بين البيج، دارته في الدار كامله الدار كامله نعم مزيان، حيت هما هذا كيدار غير في الشومبر ولا هذا، ولكن هي اخترت انها ديرو في الدار كامله مزيان. المهم هذا هو الصالون، حلات هذا الحيط هذا اللي على الصالون باش يجي هكا محلول على الكوزينه، ولكن قلتي لي غتسدو خويا اسماعيل ياك؟ غتسد بالالمنيوم، غيكون واحد الالمنيوم تما كاين، هي بغات يعني بارتي فيكس وبارتي كوليسون مزيان مزيان، يعني الواحد الا كان جالس هنايا ولا هذا ماشي ضروري زعما يشوف اييه الكوزينه، وهي ملي تكون بوحدها راه تقدر تحلو يعني كيتحل كيتحل مزيان. ايوا هذه هي الدخله ديال الدار ان شاء الله، عندها واحد المراح ياك واحد الكليسه بحال هكا تجي روميه بطبيعه الحال، شي موبيل كاع هنايا اييه، داك الشيء زعما الا بغات دير داك الباغداج حتى هو يجي زوين في هذا الحيط هذا ان شاء الله. والبلاصه ديال التلفازه التلفازه كاينه الباص ربع هي كاين جوج بلايص واقيلا، الا درنا لها الباص هادي هاد البلاصه واخا صغيره اخويا اسماعيل، الا غادي تجي غادير واحد سيبور موبيل غادي يخرج شويه غتنقص من هاد فوالا مزيان، حيت هذيك البلاصه جاتني شي شويه صغيره ولكن ديك السيبور موبيل كتدخل وتخرج. لا لا هذاك مزيان اي والله يسخر، حتى هنايا غتكون ان شاء الله الا بغات التلفازه في هاد الحيط هذا بطبيعه الحال، الا كانت كلسه روميه هادشي اللي كاين. المهم هادي هي لا كويزين، قولي لنا خويا اسماعيل شنو بغات دير ان شاء الله السيده لا كويزين؟ هنا غيكونوا جوج تيليفون، جوج ديال الموبيل اللي من على اليسر، هذا هنا يكون فيها مثلا اللافابو ديالنا، البلاك، لا فيسيل، وهادشي هاي كومبلون تقدر نتخرج فيه مزيان، في كومبلون تخرج الفوق فيه الموبيل كاسكيت الفوق الفوق مزيان، يعني لي بلاكار غيكون عند الفوق اييه، وداك الباياس غادي يكون هنا لتحت، ولكن قلتي لي بلي ان هذا غادي يكون مثلا فيه 60 وهذا غادي يكون فيه غير شي 45 45 باش بقى لها لي سباس باش ما تزيرش ليها عاوتاني الكوزينه، بقى لها واحد لي سباس بين هاد الباياس هذا وبين هذا، هذا غادير فيه غير 45 وهذا غادير فيه 60 اللي هي غادي تكون هنايا الروبيني. واخا انا صراحه يعني كنقول دائما يعني الجهه ديال الصالون اللي لبس الحيط اللي كيكون على الصالون تتكون فيه ما يكونش فيه الروبيني، ما يكونش فيه انستراسيون ديال الضوء ديال الماء باش تلي وقع شي فويت ولا وقع شي مشكل ولا شي حاجه، هاد الحيط هذا الا درنا فيه شي صباغه مزيانه سمعتينا خويا اسماعيل ما يخسرش لينا غير في دراسه، ولكن هي دابا بغات يعني دير داكشي ديالها اللي بغات بطبيعه الحال، كيبقى الاختيار دائما مول الشقه. و
وصافي هادشي كان. المهم قلتي غتكون ان شاء الله هنايا الثلاجه وهذا سميتو غيبقى هكا محلول ياك اخويا سميتو؟ لا غيكون واحد الباب كوليسون. غتكون شي باب؟ اه كوليسون هنايا سواء تخدم هذا الميكانيزم جديد اللي ولا في الميكانيزم اللي فيه 10 سنتيم قبل الدوبل الحاد مزيان الميكانيزم كيجي كتحط كيكون كيمشي فيه الباب ديال الكوليسون كيبان لك الحيطين ديال 10 سنتيم وراه فيه كيمشي فيه الباب. مزيان مخير هذا ان شاء الله. دابا كتربح حتى ان شاء الله ضروري حيت هذه فكره صراحه زوينه. كاين صراحه اللي كيخليه هكا محلول يعني كوزينه محلوله لا بس دابا بلا والو حيت دابا ها انت تخيل مثلا هاد الباصه جا سدها وهاد الباصه عاوتاني غتسدها حتى هي يعني صافي ما بقاش داكشي اوفير محلول يعني ما بقاش ديك الفكره ديال ان داكشي يكون محلول. ولكن الفكره هي اللي غادي يجي باب هنا نقدروا نديروا واحد الباب هنا كيوزوني الصالون صافي شنو دابا صافي حيدنا ديك الفكره ديال بحال كان مسدود وحيدنا غير انا كنظن بلاش ما كان زعما ما عرفت عاوتاني عاوتاني داكشي اللي هضنا منه غنرجعوا ليه عاوتاني لا كيما قلنا بحال محلول ايوا ان شاء الله الله يسخر. المهم هذا هو الموديل ديال القبس اللي دارت السيده. شكون اللي اختار ليها الموديل ديال القبس؟ واش القباس ولا هي؟ صراحه الله حنا بقينا توصلنا الفكره اللي بغات مزيان يعني بغات داكشي يعني سامبل صراحه سامبل. هنا غادي يكون لاصير بالبيستيكلاس العود في هاد الفيديو هنا هي هنايا قلتي غادي تكون شنو قلتي لي؟ يكون بيستيكلاس مع داكشي بلدي زعما غادي يبان اي شي زواخة بلدية فوالا. وحتى هنا قلتي لي على الزليج غادي دير واحد الزليج بلدي ياك هنا فهاد هادشي فهاد الكارو هذا كامل من راس للراس في واحد تبقى تبان واحد 35 سنتيم لا تبقى تبان وهنا تبقى تبان 60 سنتيم ديال الزليج البلدي بلدي اللي ديال الصح التقليدي ديال مزيان ديال البلاد مزيان والله احسن حاجه وتبارك الله عليها. المهم صراحه الفكره ديال الاصلاح هذا صراحه زوين صراحه حلات يعني هذا الحيط هذا بحال هكا على الصالون يعني بغات تشوه يعني لا بارتمون أيوة. ولكن ما تعاودش تسد عليها وديجا كان الباب هنا لا كان الباب هنا وكان الحيط صافي خلينا هاد مزيانه. انا عجبتني صراحه هاد الاصلاح اللي دارت يعني شوف الشارجم ديال الصالون مع الشارجم ديال لا بيونطري بحال هكا عطى الضو خصوصا ان عندها لابارتمون يعني قنيطريه اي والله يسخر. وعندها هنايا جوج ديال لي شومبر كل شومبر دارت فيها كليما بشحال كيديروا هذوك اخويا اسماعيل؟ هادو شويه زي غالي شويه حيت الانفيرتر كاين اون اوف وكاين الانفيرتر هادو انفيرتر ما كيديروش الصوت صح حتى تسمى ديالو ما عرفتيش ما عقلتيش ما كنتش عاقل عليهم. المهم الفيرتا شويه زايده على على الاون اوف كاين فيهم دي ماركه ما كاين بزاف ديال الماركه مزيان. هذه لا مارك كاري مزيان ايوا هذه هي لا شومبر ديال لابارتمون بطبيعه الحال يعني حتى الشراج مرضاتهم يعني باش يتحلوا الريدويات بالضوء ياك الكتريك مزيان وقب سامبل يعني ما دارش شي نيو في الجناب غادي يكون ان شاء الله اللي تما على الجناب مزيان وما دارش البلاكه راه خويا اسماعيل ياك البلاكه غيكون غادي يكون هنايا في الحيط هذا صراحه ما كانش شي بلاكرات الا ديجا صيبتيهم انت ما كتبنيش ما كتبنيش يعني لا كنبني شي بلاكرات بنينا ماشي شنو كتبني فيهم الضاله ولا كاين كبير الضاله كاين بالعود كاين كبير الضاله داكشي بغيت هذوك ديال الخشب ديال الخشب باغي صايبناهم حتى هنا غيكون بالخشب حتى انا غيكون بالخشب مزيان حتى فاطمه وقيله غدير بالخشب راه خلينا انا وداك الاسباس هنا اييه داك سميتو باش يبان زعما البلاكار بوحدو باش ملي دوز ليه يبان هنا بصح مزيانه هاد القضيه نخليو داك الاسباس ديال البلاكار درتي بحساب انه غادي يكون البلاكار مزيان. والبيبان هاد البيبان هادو البيبان غادي تحيدهم وقيله ياك غادي دابا حاليا لا مزيان وكما سولتك قبيله قلت لك واش كيتصبغوا هذاك الحل هذا واش بدلوا اللي بغيتي ولكن ما تيبقاش داك اللون يعني مزيان كيخرج لا البيض مثلا يطوي نصبغوا بالبيض ممكن غير حسب لي كوش خصك تعطي لكل لي كوش بزاف صافي فوالا يعني كيدخل يدخلوا لك بزاف ديال الصباغه بزاف ديال الخدمه باش يرجعوا لك باش يرجعوا بيض حيت هما ديجا يعني في الكحل ماشي بحال كيجيو في المارو زوين وكان شي بيج ولا شي حاجه دغيا حتى اللون ديال البارك بنيت مزيان حيت الكحل ما عرفتش تيجيني بشويه كيدوز كيدوز مخضر. ايوا هنايا غادي نشوف ان شاء الله الطواليت عندها هي الطواليت بوحدها وعندها الدوش بوحدو يعني ما دارتش ديك القضيه ديال تحيد الحيط اللي بيناتهم خلات الطواليت بوحدها مزيانه ودارت الطواليت فوالا مزيان. وهذا النوع ديال الزليج اللي دارت كومباكتو شحال كيدير هذا المتر؟ هذا السيده كانت قداتو شي 250 درهم
تبارك الله المتر كاري مزيان، فيه متر وعشرين وقيلة على ستين ياك مزيان. والخدمة ديالو خويا اسماعيل كيفاش كتخدمو يعني في لي دوش؟ واش بالكولا واش طبيعة الحال الكولا لي كومباكتو كامل تخدم بالكولا خصوصا في الدوش. في الحيط ولا في الارض؟ في الارض كتخدم بالكولا واخا زعما الارض يقول لك ماشي مشكل. لا حتى هو كتخدم بالكولا. داكوغ. وداك الجوان اللي كيكون بيناتهم كيفاش كديرو ليه باش ما يبانش؟ كتخدم بلي بليس فوالا. ايوا مزيان الله يسخر. المهم هادي هي الطواليت. وهنايا الدوش، الدوش عادية يعني دير الدوش ان شاء الله تما وقيلا بداك الزاج ياك. هي غيكون تما طروبي غادي يكون ان شاء الله الزاج. ولافابو هنايا المرايه ديالو ان شاء الله راه خرج فيها الضو ديالها هنايا نفس الزليج. الزليج يعني اللي دارت في الارض مشات به في الدار كامله في الحمام والطواليت مزيان فوالا مزيان. وهادي البيت حيت لابارتمون فيها غير جوج بيوت. ها هي هنا الشومب وعندها الشارج هنايا اللي كيكون هنا طائف فوالا. فوالا عندها الشارع كبير خدامها فوالا احسن حاجه مزيان. ايوا هادشي لي كاين. المهم شنو غناوي ان شاء الله ديرو هنايا؟ هنا غيكون موبل عاوتاني ديرو من راس الصحراس. غديرو في هاد الحيط هذا؟ هاد الحيط هذا كيما لاحظت فين الانتقالية. أييه حيت هو الموبل تكون خارج ديك 40 ولا 45 ولا 50 إلا ما خليتيش ديك القفص ديالو بحال هكاك خارج خليتي الليل تنقط ما بحال هكا. صافي بلا ما درتي والو. بلا ما درتي والو يعني نتوما في الاول كتديرو حساب دير الليل كامل ضايع ملي كتركب بلاكار بحال ما يعني قبل ما ديرو القبس كتقولو للسيده واش غادي يدير واش غادي يدير البلاكار وفين غادي يديرو بطبيعه الحال باش نتوما ديرو هاد الخدمه هادي اللي كتكون مزيانه صراحه باش يبان الليل يعني ضاير على داك البلاكار يجي الديكور ديالو مزيان. ايوا هادشي اللي كانوا ان شاء الله باقي الاصلاحات باقي تقريبا كامله باينه صراحه راه باينه خدمتو الضو في كاع لي شومب في الصالون حتى هو في الكوزينه خلاص. ايوا هادشي كان شنو باقي لكم اخويا اسماعيل في لابارتمون؟ دابا تقريبا بقاتنا فينيسيو ديال الكارلاج كان خدامين فيها بقينا الكوزينه باش تركبو كيما قلت لك داك الزيج البلدي. وعندنا تنركبو دابا لينوكس اليوم غنركبو لينوكس غنركبو في الالومنيوم مزيان باش كنحاولو نوجدوها باش يبقى لنا مورا العيد ان شاء الله نبداو في الصباغ ان شاء الله. سيدة مزروبة على لابارتمون ديالها ولا خلاتكم تخدمو على خاطركم؟ لا هو طبيعة الحال خاصك عاوتاني تأكسيليري شوية ما تعطلش. صح ايوا مزيان الله يسخر. دابا اللي عندنا واجد غيركب دابا عندنا فهاد لي طاشي باقي عندنا لينوكس لينوكس عندنا لي دو تا هو واجد غيركبو. شحال كتصايبو هادوك اخويا اسماعيل فكرة ديالاش؟ ديال لينوكس. لينوكس لا حسب لي مارك كاين 900 درهم كاين 1000 درهم. حيت زعما حاليا ما كايناش زعما ما كاينش بروميير شوا ديال لينوكس انا دابا حاليا في المغرب. واش كاين القضيه ديال لينوكس؟ حاسس دابا مثلا البلايص اللي حدا قريبه للبحر كيخدموا ديك 316 ومزيان تما كتصداش شي دير شي دابا على حسب على حسب السوق 1600 درهم اللي هو الثمن ديالو. وكاين الاكريك سي تاعو مزيان ولكن الاغلبيه ديال لينوكس زعما ما كيتصداش. هادشي اللي كنعرفو عليهم كاين لا كاين واحد النوع كاين واحد ما كيتصداش وهادشي اللي خصنا نردو منه البال. شنو هاد النوع هذا اللي كيتصداش؟ النوع وين كيما نقولو هو الاخير ما كاين في لينوكس تيدي شي 800 درهم ولكن وانا فين كي يعني الواحد كيستافد البال حيت يقدر يقول لك مثلا تصايب معايا ولا تشطر مثلا على الثمن هذا ويبيع لك ديك الكاليتي اللي عيانه على اساس راه هي الكاليتي المزيانه. حدا البحر كيتصدى دغيا شتي هنا فين تيكون المشكل. ايوا الناس ان شاء الله يردوا البال وياخذوا ان شاء الله السلعه من الناس اللي ثقه ويعرفوا شنو فهمتي ماشي غير اجي وشري. والله انت بحال هكا كما قلت لك يعني انت كتكلف بكل شيء انت كتعامل مع الناس صافي كتجي انت تاول الكارونتي ديالك حتى خسرت شي حاجه كتولي تساعدوك راه انت محسوب عليك ما تقدرش دير شي حاجه مزيانه تقول على الناس هذه القضيه هذه هي اسمها يعني قول لنا نصائح الناس اللي بغاو يديروا الاصلاحات شنو هما الاخطاء اللي ما خصهمش يوقعوا فيها. انا بالنسبه لي خلاو يخليو السيد يتكلف يعني مثلا ما نقدرش ندير انا شي حاجه نخدم شي حاجه شي ماتشي عيانه حتى عيانه والطريق اللي هي خاسره خصني نجي نبدلها مزيان. اما انا مش جاب ويسلا ديالها كيما جابها غير ركبها لي اكزاكتو. كاين الناس اللي كاين الناس اللي كيقول لك لا انا غادي نتكلف بالسلعه وانت دير غير مثلا حسب لي غير يدك حسب لي غير يدك. هنا كاين الناس صراحه اللي كيمشيو ياخذوا الكاليتي ديال السلعه ولكن كاين في المقابل الناس اللي اللي ما كيعرفوش وكي اولا كيتشطر ولا شي حاجه كتقدر تقول له لا راه انت عاوتاني كتجي مثلا كتخدم راه كتحط ليه كتخدم ليه بالسلعه اللي جاب الا وقعت فيها شي حاجه ولا هذا ما غاديش تحمل المسؤوليه والعكس تماما يعني انت الا تكلفتي بكل شيء انت غادي تتحمل المسؤوليه. انا كنتحمل المسؤوليه واخا تحركت فيها شي حاجه ولا راه خصك تجي تبدلها
يعني الا مثلا درتي اصلاحات مثلا هاد السيده هذه دارت اصلاحات وسالت وهذا من بعد واحد العام وقعت ليها شي حاجه طيب شحال لا بغونتي اللي كتعطيو الغارونتي كما قلت لك راه كيبقى حيت عطيني ماشي نجي نهرسهم وهذا ونعيط عليك ونقول لك ديك الليله تبقى فيهم عام شي حاجه في الطور شي حاجه بحال هكا كيفير عام عام ايوا صافي ماشي عطيني نجلس نشبع عامين ثلاث سنين وتخسر لي الحاجه ونعيط عليك لا يعني كتكون واحد المده بطبيعه الحال ديال الغارونتي ايوا هادشي اللي كان مهم تبارك الله عليك اخويا اسماعيل تيسال خاطرك ليا خصك دائما تيسال خاطرك ما تحاولش تزير معاه ولا فين خليه بخاطرو تنكونو تيكونو شي معلمين تنسيفطو عند شي حد ولا هذا تيقول لي واه ديك ديانا والله الا راه رايقات هي تنقول ليها ما عندك ما دير ضروري تصبر الاعصاب وداك الشيء تخليهم في الدار وتمشي عند داك الناس باش دير له الخاطر اول حاجه ايوا لهلا حشمنا خويا اسماعيل ان شاء الله الله يسخر لكم وتبارك الله هادو اصلاحات ان شاء الله دابا نجيو ان شاء الله مره اخرى باش نكملوا عاوتاني ونشوفوا النتيجه ان شاء الله شويه بشويه ماشي ضروري تالي كل شيء صافي باش عندنا ان شاء الله فكره على ثمن على بزاف د الحوايج واي حاجه ان شاء الله بغاوها الناس يسولونا غادي نقولها لك ان شاء الله خويا اسماعيل صافي ان شاء الله تجي تشوفي تاعو اكيد صراحه تيعجبني صراحه خصنا صراحه نشجعوا الصناعه التقليديه ديالنا والزليج ديالنا بطبيعه الحال يعني ماشي عيب انك مثلا كتاخذ واحد البلاصه في دارك وكدير فيها شي حاجه بلديه ديال دارك بحال دابا عجبني الحال ملي قالت لك السيده دير هذيك المشاربه هنايا شي حاجه بلديه وكذلك الزليج يعني ماشي مشكل الاصاله والعصاره هو الفيديو ديالنا ديال اليوم كنتمنى يعجبكم شكرا خويا اسماعيل على انك شاركتي معنا هذه المقدمه هذه وان شاء الله تبارك الله في الاخرين ان شاء الله ان شاء الله يا رب تشرف معنا ان شاء الله افكار دائمه ان شاء الله ونصائح وباش الناس عندنا ان شاء الله بطبيعه الحال يلا تبارك الله عليك تبارك الله عليكم وما تنساوش لايك